قال اجتمعنا عاشور انت عم تسمع موسيقانا. قال اجتمعنا يا عاشور وصلنا بجنح الليل عاشور بتصور يمكن لهلق في عائلات كبيره وعائلات محترمه شروى الحضور بيطلعوا لعند الكبير بيشاوروا اخر شيء بيتفقوا على شور نسمع سقفي يلا اجتمعنا بشور وصلنا لجنح الليل الليل عاشور يا بي يا بي يا بي يا 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 بي اجتمعنا بشور وصلنا بجنح الليل عاشور بيت العز من المنقل وقد عاشور كرمالك اسمع لك اجتمعنا الكل عاشور وصلنا بجنح الليل عاشور ومن المنقل عباب الدار لأهل الطيب عاشور أهلا بضيوفك يا حنا يا ابن عاشور ويا هلا بالضيف لو دق الابواب يا 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 ويلا نعم هلا بالكبير أبو جدايل شقر أبو جدايل شقر علم تونو لحنايا أبو جدايل شقر علمتون لحنا يا ومن دموع لراحات ويل لحنا يا أبو جداير شقر علمتون لحنا ومن دموع يا عالم لكفوف ولا لحنا يا جينا الكل نفرح يا عالم لحنا لفرح بابي يا الله من بعد الغياب يا 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 ويلا
السفر يا ابو جمال الا يا ابن الجاني عشيري عالسفر اليوم عزم وملتقى الاحباب ابن عاشور عزم سلام يوصل لسامر شما يا ابو عزم وتحية خيلاف من الغياب يا 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 ويلا هلا اولي دخيلك شو انا امي اللي قلبتها اهلا بكل بيت شيحة اهلا وسهلا نبيت وردي ان شاء الله بتهول لي سيارة بنزين والله نورت والله نورت ساز لك ايميت اهلا وسهلا باستاذنا مدير التموين في المخرم وليده يا ام احرام واطراف مخرم اسمع الا يا ام احرام واطراف مخرم جعلت قلبي بخطامك يا نور عيني مخرام يا أم أحرام وأطراف مخرم عالتحقيق مبين أنه مخرم والشطر الثاني الشطر الثاني شو هو؟ لا لا الشرط الثاني الاول احنا بنقول له الشال عالتحقيق مخرم والشطر الثاني شو هو القرميدي القرميدي يا ام احرام واطراف ومخرم جعلت قلبي بخطامك مخرم كرمال النبي يا وليد ابعث السلام الى السكنه المخرم بالمشرف ترى في إننا قراه يا واب نفس الجبهة روح لعند خالك قلي قلطيف خطر عبالي وجاني يا ابو يشع
اللطيف خطر عبالي وجاني مثل النحل قاطف. يا الله يا الله من ورد وجاني طيف خطر عبالي وجاني مثل النحل قاطف ورداته وجاني سلام لعيال الشيحة يا بن عاشور وجاني يا بن عبود بيت الشيخ عراس طياب يا ويله